ولا اكثر؟ لا 23 سنه ما رحناش لاك اليوم. لا لا ماشي قاعد لكم هذا هذا التجمع هذا بارو البورسموث ماشي تاع الورد كاب. صافي باه تلقى 100 جزائري تلاقاو ويديروا عفسه كيما هذه بينظموا حافلتان يعني تو باسز والله حاجه يعني ميراكل. شحال كاين صالح عاود اكد لهم شحال كاين؟ تقريبا 100 شخص 100 جزائري باهي راح يشجعوا يروحوا يعني يروحوا يشجعوا بالحاج و يبدا يعني نقول لهم ثانك يو على واش درتوا. في نفس الوقت يعني القرعه هذه قرعه انا في في ماشي واعره وكان يلعبوا مليح يربحوا. صح صح. صالح انت واحد من اللي تكلمت مع مسؤولين بورتسموث درنا لهم ايميلز استقبلوكم في التليفون بعد يا خويا كلش راه اكوردين تو ذا ايميلز كلش راه في راه كلش يعني مرحب بينا. قلنا واش قلت لهم كيفاش ماشي نقول المهم كاين الايميل يعني نقصونا السومه تاع التيكات ويعني داروا لنا ديسكاونت في امكانيات باش نشوفوا اللاعبين بعد الـ بعد 10 دقائق هكذاك لان اللاعبين يكونوا تعبانين ماشي سهله ان شاء الله احنا نديروا هكذا وبينوا باللي جزائريين لان رايحين تما انتم باه تمثلوا شغل الجزائريين والدين تاعكم ماذا بكم كونوا فريندلي باه يدوا علينا النظره مليحه لان الاعلام المصري حاب يشوه الجزائريين راح يديروا واحد الاجتماع الجزائريين بالك في الشهر هذا باللي الجزائريين هوليغنز وين يروحوا يكسروا بينوا اسمح لي صالح انا الوحش تاعنا هو اللي خلى اليهود يخرجوا من سيناء وكان جينا كارب كيما هما لو كان سيناء مازالها مستعمره على بالي بصح احنا جزائريين ملاح مع الملاح وقباح مع القباح بارك الله فيك انت وعليك شجاعه بارك الله فيك الشعب الجزائري الحمد لله خوتي مازالوا نجروا على قبل الغاشي راهي ماشي سهلة نعاود لكم بعد نجي نصوركم انايا نحبوا تاع اليوتيوب كاين واحد قاعد تما هو وخوه علاش قاعد لنا ما خاش على بالو على بالو عالم المليون ونص مليون شاهد جاي خونا يقولون فرنسا انت بيان اورجانيزيشن
الجالية الجزائرية في بريطانيا شنو؟